جميله 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 يمرر لمسه يد لمسه يد الحكم يقول ضربه جزاء الحكم يقول تمريره على الداخل ينطلق 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 يا جديد من كره ثابته للاعب عدنان الوردي زاويه بركانيه او تعادل التعادل للفريق البركاني هنا الاعاده اميل كاس زاويه اخترقت الجميع راسيه لحلحول تدخل الحارس يعني يمكن نشاهدونا من زاويه اخرى على اي اصطدام